بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجه، ماجستير التركيبات الاصطناعيه. هنبدا مع بعض باذن الله منهج بتاع سنه ثانيه ترم اول في خواص المواد اللي هي دنتال ماتيريال بروبرتيز، خواص المواد بتاعه المواد المستخدمه في علم طب الاسنان. طبعا اي مادة بتستخدم احنا بنختارها او بنصنعها على اساس انها تخدم الهدف اللي مصنوعة فيه، يعني لو هنعمل حشو، لو هنعمل تركيبات، لو هنعمل تركيبات ثابتة او زراعة، كل ده او كل مادة من او تقويم، كل مادة لازم تخدم الهدف بتاعها. اي مادة في الدنيا لازم يبقى ليها خواص. علم خواص مواد الاسنان او علم خواص المواد عامة، احنا بندرس الخواص بتاعت كل مادة من ناحية تركيبها ومن ناحية الخواص الفيزيقية بتاعتها، الفيزيكال بروبرتيز، يعني هل هي طرية ولا ناشفة ولا تستحمل الخدش ولا ما تستحملش، دية الخواص الفيزيقية. والخواص الميكانيكية من ناحية إذا كان ليها إلاستيستي أو فيها لما تضغط عليها بتنبعج وتفضل محافظة على الشكل اللي انضغطت فيه ولا بترجع لشكلها الأساسي، هل هي بريتل تتكسر بسهولة ولا لأ، دية الميكانيكال بروبرتيز بتاعت المواد. يبقى أي مادة لها يا فيزيكال بروبرتيز، خواص فيزيقية، أو خواص ميكانيكية لما تتعرض لضغوط بيحصل فيها ايه، دي الخواص الميكانيكية. نبدأ في الاول ونتكلم عن الخواص العامة للمواد اللي بتستخدم في الاسنان. يعني ايه هي المواد اللي هتستخدمها في الاسنان؟ لازم يكون لها خواص عامة. الخاصية الاولى لازم تكون بايو كومباتابل، يعني ما تكونش مهيجة للانسجة اللي هتتحط عليها. ما ينفعش ان انا اجيب مادة مهيجة واحطها في الفم تهيج الانسجه، اللسان او اللثه او الاسنان اللي هتتحط عليها. بايو كومباتبل يعني متجانسه مع الانسجه اللي حواليها، وانها تكون نون توكسيك طبعا، ان ما تكونش سامه، ما حطلوش ماده لو دابت في بقه تسبب له اي مشاكل باي درجه من درجات السميه، درجه بسيطه جدا تعمل له اسهال ولا حاجه، ودرجه عاليه جدا زي الزئبق ممكن تعمل له تسمم. يعني ما تكونش سامه عامه باي درجه من الدرجات. تكون لها خواص ميكانيكية ثابته، ما اقدرش ان انا اكون مشكلها برا على شكل طقم واجي احطها في بق العيان تنبعج، ميكانيكية وفيزيقية. انها بتقاوم الصدى، لازم على اساس مش هحط حشو او تركيبة وتصدي في بق العيان، لان في لعاب وفي كيماويات بتبقى موجودة في الفم. التوصيل الحراري بتاعها يكون له درجة قليلة من التوصيل الحراري او الالكتروني الكهربي، ما انهياش توصل درجة الحرارة توصيل جيد فبيشرب شاي تلسعه، او انها تكون عازلة تماما بحيث انه يشرب شاي يأذي اللسان وهو مش حاسس، لان هي غلفت الانسجة فوق وتحت مثلا في طقم كلي، غلفت الانسجة وهو بيشرب حاجة سخنة تأذيه. ولازم طبعا طالما هنستخدمها في الاسنان لازم يكون لها شكل. الشكل بتاعها ده يا اما لو هنعوض بها اسنان يبقى لونها لون السنان ابيض او كريم او درجه من درجات الكريم، او اذا كان هنعوض بها اللثه يكون لونها بينك، يعني مش هعوض لثه بحاجه ماده لونها اسود مثلا، او مش هحط حشو امامي في سن اماميه بماده لونها رمادي زي الامالجام، ما ينفعش. ويكون سهله الاستخدام، يعني مش ماده معقده محتاجه اجهزه معينه مش موجوده او مش متوفره بسهوله، والا ده هيمنعني من استخدام الماده. ان يكون لها قدره على الالتصاق في بعض المواد، يعني يبقى لها قدره على الالتصاق على الاسطح، وما يكونش لها طعم تيستلس، وكلينابل يعني سهله التنظيف، ما تبقاش ماده سطحها خشن جدا مثلا او بتمتص الصبغات وتحطها في فم الاسنان يشرب قهوه تبقى بني بيرمننت ما تقدرش تغير لونها. لا، نقدر. المفروض المواد اللي هتستخدم في طب الاسنان تكون ماده كلينابل، واكيد يكون سعرها معقول، ما تكونش ماده مبالغ في سعرها. Physical and mechanical properties of dental material. The science of dental materials involves a study of the composition and properties of materials and the way in which they interact with the environment in which they are placed. General properties of dental materials,
All materials have physical properties like color, weight, solubility, thermal conductivity, and others. Also mechanical properties like hardness or softness, strength, or weakness. There is no material till now has ideal physical or mechanical properties. Most materials have some good and bad properties, and sometimes a property that is bad in one material may be good or acceptable in another. Characteristics of ideal material: it should be biocompatible, non-toxic, non-irritant, non-allergic, mechanically stable and durable, strong, resistant to fracture, resistant to corrosion, does not deteriorate over time, dimensionally stable, little change by temperature, minimal conductivity, insulates against thermal, electrical change, aesthetic, looks like oral tissue, easy to manipulate, minimal slash reasonable effort and time needed, adheres to tissues, retainers onto and seals tooth structure, tasteless and odorless, not unpleasant to patient, cleanable, reparable, easy maintained or fixed, cost effective, affordability versus benefits, disadvantage, material. Material used in dentistry: amalgam, composite, glass ionomer, gold, ceramics, steel, titanium, acrylic resin, zirconium, amalgam. يبقى زي ما قلنا المواد اللي بتستخدم في طب الأسنان تبقى كذا مادة، أهمهم الحشوات زي الامالجام اللي انت شايفه هنا، بيبقى لونه براون مش كده، هو عباره عن باودر وليكويد. الليكويد بتاعه بيبقى ميركوري، والباودر بيبقى سيلفر وتين وكابر. ده اهم كومبوننتس بتاعته، بيبقوا مبرودين على شكل باودر ومخلوطين بعض، بيتسيحوا مع بعض وبعدين يتبردوا، وبعد كده يتحط عليهم الامالجام ويتطحنوا مع بعض او يتميكسد مع بعض، وبيكونوا لي مادة طرية في الأول بحط فيها في مكان الحشو، وبعد كده بتنشف وبتبقى عليها كومبريسيف سترينث عالية. طبعا لوجود الميركوري فيها، هي مش مادة الميركوري، بعد ما بيتفاعل مع السيلفر والتين والكابر بيفقد صفاته التوكسيك، لكن للون والبعض المشاكل التانية بطلنا أو قللنا من استخدام الأمالجام في طب الأسنان. المادة الثانية كومبوزيت، عشان اللي هي تعوض الأمالجام. كومبوزيت والجلاس أينومرز بيبقوا شبه دي، بيبقى لون السنان ده تكوينه. الكومبوزيت يختلف عن الجلاس أينومر. زمان كانوا بيستخدموا الحشوات في الذهب، استخدام الذهب زي ما احنا شايفين هنا هو. طبعا الستيل ستيل كمعدن بيستخدم، أو الكروم كوبالت بيستخدم في صناعة أطقم الأسنان المعدنية. التيتانيوم اللي هو مادة very biocompatible، الجسم بيتقبلها وبيبني عليها أو بيتفاعل معاها كأنها جزء منه، بتستخدمها في الزراعة. السيراميكس والزيركونيوم اللي هي بنركب منها التركيبات أو الإنلايز، الطرابيش، البورسلين والزيركونيوم. الأكريليك ريزنز بنستخدمها برضو في عمل التركيبات المتحركة، ده البيز بتاعتها. Filling. The amalgam is a sealant made of small particles of silver, tin, and copper allied with mercury. Its mechanical properties and longevity has made it a first choice for many years. Its main flaw, however, is the fact that it contains mercury, admittedly in a stable form. Its ionesthetic aspect is also a shortcoming. This is why its use has become very limited in today's dentistry. Composite. The aesthetic fillings exist since a long time, but the recent development of composite resins by 3M made a great impact in dentistry. Today this material is the first choice in conservative restorative dentistry, thanks to the important progress made for pulp protection and in the adhesive techniques. طبعا هي الكومبوزيت في الاول كان ليه مشاكل
سلبية على البالب، ومع تقدم العلم ابتدينا نتغاضى او اوفر رول هذه المشاكل، ان هو ما يبقاش مؤذي للبالب بتاع السن لو عملنا له حشو بالب اللي هو عصب السنة، وزودنا فرصة ان هو يلتصق على الاسطح بطرق عن طريق الاتشنج وعن طريق البوندينج. طبعا دي خواص بتدرس لدكاترة الاسنان عشان يعرفهم الفرق بين انواع كومبوزيت القديم والجديد. Techniques. The composite is inserted into the cavity and hardened with a polymerization lamp. These fillings are sometimes sensitive to cold for a couple of weeks. Composite is also used to seal permanently crowns and bridges. Glass ionomer. This material is used for temporary fillings of deciduous teeth. It is also used for permanent sealing of crowns and bridges as is very well tolerated. Gold. In dentistry, gold is found in the form of gold alloys. It is an ideal material because of its harmlessness, precision, and rigidity, which is essential for important prosthetic realizations. طبعا الجولد ما بيستخدمش في الصورة الكرود بتاعته اللي هي 24 كارات، وإنما لأن هو بيبقى soft ساعتها ومع ضغط السنان بيتأثر، فعشان كده بنعمله في صورة سبائك. الجولد بيتعمل على صورة سبائك، أو كلمة سبيكة يعني إيه؟ يعني أكتر من معدن، زائد الجولد بيبقى أساسي. المعادن اللي بتضاف للمعدن الجولد بتغير من الميكانيكال بروبرتيز، بتدي له سترينث، بتدي له كومبرسيف سترينث، أو بتدي له قوة أكتر، وتساعدني في طب الأسنان في عمل الحشوات أو التركيبات. Realizations. It is mainly used for posterior reconstructions. Gray gold is usually chosen because it is less visible. Ceramics. Because of the vast aesthetic possibilities they offer, the ceramic restorations have become the material of choice in fixed prosthetics, crowns and bridges. Its drawback is that it is extremely hard and can sometimes fracture. طبعا من اهم الخواص بتاعت البورسلين او من الخواص اللي مش كويسة هو بيبقى زي الازاز. فطبعا مش زي الازاز مع اختلاف التكوين بتاعهم، لكن هو بيبقى بريتل، يعني لو انت بتاكل حاجه فيها معدن وخبطت في تركيبه مركبها من البورسلين ممكن تتكسر ويتشطف منها جزء. Fracture. Steel. Chrome cobalt. This material is used in removable prosthetics for framework and clasps. Titanium. It is used in implantology due to its anti-allergic qualities. It can also be used in rare cases of metal allergy with removable prosthetics. Acrylic resin. It is used to make the artificial gingiva in removable dentures. The teeth of dentures are made of acrylic resin or ceramics. Zirconium. Zirconium is mainly used for the framework of fixed prosthetics. It is a type of CAD-CAM ceramic used. CAD-CAM اللي هي النحت عن طريق الكمبيوتر. الكاد كامز ان انت بتاخد امبريشن عن طريق الكمبيوتر، صوره للمكان اللي انت بتحضره، ومكنه معينه هي اللي بتعمل ميلينج او بتعمل نحت للتركيبه وبتتصنع، ما بيبقاش صب زي البورسلين. هو شبه البورسلين شكلا مع اختلاف بعض الخواص فيهم، لكن الفرق بين الزيركونيوم والبورسلين، البورسلين بيبقى باودر وبيدخل في افران فبيسيح مع بعضه ويتجانس ويمسك، لكن الزيركونيوم بيبقى جاي على صورة كيك او في صورة قرص، والمكنة هي اللي بتخرطه. دي كات كام. Used in dentistry for the last 20 years, popular due to its biologic compatibility and its aesthetic properties. However, it is very expensive due to the advanced technology it requires. Unfortunately, it has given poor results in implantology and cannot be recommended in this field. نبدأ ونتكلم عن الـ physical properties of material. إيه هي الخواص الفيزيقية للمادة خاصة بتستخدم في الأسنان؟ مثال أو مش مثال، هم بينقسموا إلى 8 خواص. الخاصية الأولى الكالر، مادة دي بيبقى لها لون إيه موجود وطبيعته واستخدامه، يعني مش هستخدم جولد او امالجم
جولد او امالجام في اسنان اماميه بالشكل ده وشكلها ما يبقاش اثيتيكلي مقبول، لكن ممكن نستخدم كومبوزيت في الحشوات والسيراميكس والزيركونيوم في التركيبات. الثيرمال اكسبانشن اند كونتراكشن، طبعا في مواد انت بتستخدمها وبتصب بيها المقاس، والمواد دي ممكن يكون لها ثيرمال اكسبانشن او كونتراكشن اكسبانشن، يعني تتمدد او تنكمش. فمش معقول انا اصب المقاس، انا عايز احافظ على المقاس بتاعي ومقاييسه وتكون الماده بعد كده بيحصل لها شرينكج، انها بتحصل لها انكماش، والا المقاس هيبقى اصغر اضيق بالنسبه للمريض. فلازم يكون لها دايمنشنال ستابيليتي وثيرمال ستابيليتي، او تكون بتتمدد مع الانسجه بنفس درجه التمدد بتاعه الانسجه، زي في الانفستمنت لما تيجي تعمل انفستمنت اللي هو بتحط جواه الماده الشكل بتاع الكراون، وبعد كده اللي هو بيبقى شمع وتيجي تسيحه بتسيحه بنار، فممكن تبقى اكسباندد وتديني مقاس غلط، او يحصل لها انكماش لما تبرد وتديني مقاس غلط. فمفروض تكون هي كومباتبل مع الاكسبانشن بتاع المعدن، تتمدد بنفس درجه المعدن وتنكمش بنفس درجه المعدن، والا هيحصل فيه اختلاف. الدنستي اللي هي كثافة المادة نفسها، طبعا احنا عايزين في الطقم السفلي مثلا بتبقى كثافة المادة اعلى عشان المادة نفسها الطقم نفسه يبقى تقيل ويبقى ماشي مع جرافيتي. في الابر انا عايز دنستي اقل او اخف عشان ما توقعش، دي بالنسبة للكثافة. الصوليابيليتي طبعا مش هحط مادة في بق المريض وتكون صوليبل او سهلة انها تدوب في اللعاب، وده ما ينفعش. لكن في بعض المواد مثلا زي الجلاس أيونيمر بنحط فيه فلورايد، بنعمل فيه حشوات للأطفال بالجلاس أيونيمر ده، وبنبقى احنا طالبين ان يحصل فيها نسبة من السوليابيليتي عشان تمد هذه مادة الفلورايد تحافظ على سنان الطفل. الابزوربشن اوف فلويدز يعني تمتص أنسجة السوائل، مثلا في مقاس الالجينيت في مشكله كبيره ان هو بيمتص السوائل ويحصل له امبيبيشن، ولو سبته في الهواء ماده المقاس الالجينيت ولو سبته في الهواء ينكمش نتيجه ان هو بيفقد ماء، فديت الابزوربشن اوف فلويد. لو الماده لها خاصيه مثل هذه الظروف يبقى لازم نعمل لها بريكوشنز واحتياطات عشان الـ ما يحصلش دايمنشنال تشينج من نتيجه الابزوربشن اوف فلويد. ثيرمال كوندكتيفيتي ان يكون لها توصيل جيد للحراره، مثلا في الاطقم انا بحط معدن ليه؟ من ضمن الاسباب ان احنا بنحط معدن ان هو ليه ثيرمال كوندكتيفيتي كويسه، فالمريض بيقدر يحس بالمشروبات اللي هو بيشربها ما تاذيهوش. والالكتريكال اكتيفيتي ان هي ما تكونش موصله جيده جدا للكهرباء، خاصه ان في لو في فوق المريض معدنين مختلفين او حتى حشوتين امالجم في وش بعض، بس ديت كان الالوي بتاعها يختلف عن الالوي الثاني، خد بالك اتنين معدن وبينهم سلايفا او لعاب ممكن بيعمل جالفانيك كارنت، بيعمل مجال كهربي بسيط ممكن ياثر على المريض ويعمل له حساسيه ويضايقه. Field. Physical properties. One color. Many dental restorative materials have to look like natural teeth and should not stain or change color by time. The anterior filling and artificial tooth material should be translucent. Translucence is the optical property that allows the light to go short way in the material before being reflected out again. Also should like natural tooth substance at different light conditions, such as daylight and artificial light. X, an artificial tooth may be acceptable in ordinary light but may be discovered by the relative darkness of the material in fluorescent light. For denture, the material should have the same appearance of natural gum. Acrylic material can be made with various shades of pink to look as natural gum. 2. Liner coefficient of thermal expansion and contraction. As the temperature rises, a solid material will expand and on cooling it will contract. This is measured by the liner coefficient of thermal expansion and contraction, which is the change in length per unit length of a material for a 1 degree Celsius change in temperature. الثيرمال اكسبانشن الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن معامل التمدد الحراري. احنا اتكلمنا عن التمدد الحراري ان بيبقى ليه
يا ميزه يا عيب، واحنا اثناء استخدامها في خاص في مواد الاسنان. كلمه coefficient of thermal expansion او linear expansion ان هم بيجيبوه عمود، ده طريقه للقياس ان احنا بنجيب عمود ونسخن عمود من معدن معين ونسخنه ونشوف بيتمدد قد ايه درجه حراره لكل سنتيمتر مربع عشان نقول الماده ديت الاكسبانشن بتاعها كبير ولا لا. زي الميركري، احنا بنستخدم الميركري ده كمعدن في قياس الحراره للمريض. احنا بنحطه في انبوبه رفيعه ويبقى ليه خزان، ونحط الخزان ده تحت اللسان. حراره الجسم بتخلي الميركري يتمدد وبيقيس لنا درجه الحراره عن طريق تمدد الميركري في الانبوبه وعند الشرطه. ده مثال جيد جدا للثيرمال اكسبانشن. temperature three dimensional stability many materials change shape when they set or harden impression materials should not change dimensions when set also dental materials should have no dimensional changes when set amalgam is a filling material for posterior teeth it may sometimes change shape permanently as a result of a heavy biting force this is bad property on the other hand The investment materials that forms the gold for dental casting should expand for a certain amount to compensate for the contraction of the molten metal after it is cooled from the molten stage. For density, lightness is nearly always an advantage in restorative materials, but sometimes tin or lead is used inside full lower denture to make it heavy in order to control its mobility. Density of gold equals 14 g/cm acrylic equals 1.2 g/cm chromium / cobalt equals 8.3 g/cm water equals 1 g/cm 5 solubility restorative materials should not dissolve in the mouth and if it is dissolves it should not release toxic substance Solubility of silicate equals 0.7-1.6% Solubility of composite equals 0.01% 6. Absorption of fluids Some materials will absorb water or other fluids. If it is too much or continued for a long time, this will result in serious D-dimensional changes and the material will also be unhygienic. On the other hand, Some materials like acrylic will absorb water for a day and stop after that, so it is acceptable. 7. Thermal conductivity. Generally metals are better heat conductors than non-metals. Here is undesirable property. On the other hand, the thermal conductivity of metallic denture base is an advantage as it gives feeling closer to normal condition and the patient will feel normal. Also, it will protect him from drinking very hot drinks which may burn his mouth. 8. Electrical activity. It is the ability of metal to ionize by losing electrons. If there is a high difference in the electrode potentials of metals in contact with the same solution like gold and aluminum, an electric cell may develop and the patient may feel discomfort. ننتقل الآن إلى الميكانيكال بروبرتيز اوف ماتيريال. ميكانيكال بروبرتيز هم 10 ميكانيكال بروبرتيز أو خواص ميكانيكية للمادة. أول حاجة خاصية الاستريسز. الاستريسز يعني الضغوط اللي ممكن تحصل على الماتيريال المادة، وهي تنقسم إلى تنسايل استريسز يعني لما تيجي تاخد المادة وتسحبها من بعض بتدي لك قوة أو ضغوط سحب، وكمبريسيف ستريسز اللي هي ستريسز اللي هي لما تضغط على المادة اللي بيحصل جواها في التركيب الجزيئي بتاعها لما تشدها. طبعا الجزيئات إلكترونيا بتبقى فيها بينها وبين بعض ماجنتيك، ف ماجنتيك فيلد، فلما تيجي تشدها ايه اللي بيحصل من ضغوط داخلية للمادة لو شدتها أو ضغطتها او ضغطتها بزاويه اللي هي الشير ستريس. شير ستريس الخاصيه الثانيه السترينس قوه الماده ومقاومتها للضغوط الخارجيه اللي عليها، يعني برضو ترابط جزيئاتها بينها وبين بعض. السترين اللي هو الالتواء بيحصل ايه لو الضغط عليها بزاويه، ديت اللي هي السترينز اللي ممكن تحصل يعني نتكلم عنها دلوقتي. الالاستيستي
خاصية انها تكون إلاستيك. إلاستيك يعني انها يحصل لها ديفورميتي في الشكل بتاعها نتيجة ضغط حصل عليها، سواء اذا كان ضغط لجوه او شد لبره، وهي بتنفعل معاك وتغير شكلها، لكن مجرد ما تسيب او ترفع عنها الضغط ده بترجع لشكلها الاصلي بنفس مقاساته، فدي بنقول عليها مادة إلاستيك. الداكتيليتي اللي هي خاصية الطرق، يعني المادة بيحصل عليها ضغوط. الداكتيليتي اللي هي السحب مش الضغط، مش اللي هي السحب. يعني ايه؟ يعني بنحط مثلا سبيكة من المعدن اللي هو الذهب مثلا، من مواد الداكتايل جدا، وبنسحبها من خلال فتحات. الفتحات دي بتضيق، ممكن السبيكة دي نوصل بيها الى شعيرات رفيعة خالص. ده بسببه ايه؟ ان الجزيئات بتاعت المعدن خاصة الذهب مثلا من المواد اللي هي الداكتايل جدا، الداكتايل يعني تقبل السحب وتسحب من سبيكة الى شعرة رفيعة خالص قد شعرة الرأس، يمكن اصغر، ممكن تفضل جزيئتها متماسكة لكن تتباعد عن بعض وتدي لك شكل سلك رفيع، الداكتيليتي. بالنسبة للماليابيليتي اللي هي برضو الجزيئات بتاعت المادة نفسها، هي ممكن ما تتسحبش، الاتنين قريبين من بعض، الداكتيليتي والماليابيليتي، لكن الماليابيليتي هي خاصية الطرق. يعني لما بيجيب معدن ونسخنه بعدين نطرق عليه عشان يبقى مرفيع كأنه سكينة، ده بيتبطط، ودي هي خاصية الماليابيليتي. التفنس اللي هي مقاومة الخدش، ان المادة دي التفنس مقاومة الكسر، ان دي مادة بنقول عليها مادة تف، يعني مش سهلة الكسر. البريتلنس عكس التفنس، وهي ان هي مادة سهلة الكسر زي السيراميكس وال اللي هو البورسلين والزجاج مثلا، دي مواد بتبقى سهلة الكسر، وده انفعال المادة لقوة صادمة مفاجئة. بالنسبة للريزيليانسي، دي خاصية اللي هي مقاومة الصدمات، يعني عكس البريتلنس. البريتلنس لو خبطنا حاجة تتكسر زي الزجاج، وفي مادة تانية لو خبطتها تقاوم التغير، تقاوم الصدمة المفاجئة، فدي نقول عليها مادة resilient. الهاردنس اللي هو مقاومة الخدش، المادة دي نقول عليها hard، يعني لما تمشي عليها مثلا زي زجاج برضو، دي مادة تبقى hard لو مشيت عليها إبرة ما تخربشهاش، لكن لو مشيتها على بلاستيك الإبرة دي تخربشها، يبقى الزجاج الهاردنس بتاعه أعلى من البلاستيك. Discomfort. Mechanical properties. One of the most important properties of dental materials is the ability to withstand the various mechanical forces placed on them during use as restoration, impression, models, appliances, and tools. Stress is the force per unit area induced in a body in response to some externally applied force. It is force / area measured in kg / cm2 or pound / inch2 or pascal. Strength is the measurement of the resistance of the material externally applied force. There are many types of stresses according to the direction of the applied force. Each type of stress is accompanied by the same type of strain. Strain is the change in dimension per unit dimension caused by E externally applied force. Strain equals final length original length / original length percentage of elongation equals strain times 100%. Types of stress: 1 tensile stress, 2 compressive strain, 3 shear stress. 1 tensile stress, it is the force per unit area induced in the body in response to externally applied force which tends to elongate or stretch the body. It is accompanied by tensile strain. 2 compressive strain, it is the force per unit area induced in the body in response to externally applied force which tends to compress or shorten the body. It is accompanied by compressive strain. Investment materials, restorative materials, and models should have high compressive strength. 3 shear stress, it is the force per unit area induced in the body in response to externally applied force which is applied to one part of the body in one direction and the rest is being pushed in the opposite direction. Stress / strain curve, proportional limit,
When a stress is applied to a material, the material will tend to deform, change in shape and dimension, in an amount proportional to the magnitude of applied stress. The greatest stress which may be produced in the material such that the stress is directly proportional to the strain. Elastic deformation, elastic limit. قبل ما نبدا قبل ما ندخل على الالاستيسيتي او الالاستيك ديفورميشن احنا بنتكلم على الستريس سترين. هو الستريس والسترين الاثنين لهم علاقه مع بعض. الستريس اللي هي القوه الخارجيه اللي بتنزل على الماده، سواء اذا كانت قوه مفاجاه خبطه او قوه ضاغطه او قوه ساحبه او قوه فيها شير اللي هو التمزق او ضاغطه بزاويه، واخد بحضرتك؟ الكلام ده بيأثر داخليا ويعمل سترين. يعني الاسترسز دي من بره والسترين من جوه، من جوه المادة وتفاعل جزيئاتها مع بعضها. Limit the greatest stress to which the material can be subjected such that it will return to its original shape and dimension when the stress is removed. If the strength is increased beyond the elastic limit or the proportional limit, the material will deform, and if we remove the stress, the material will not return to its dimension. This is called plastic deformation. If the stress is increased more and more, the material will break. Ultimate strength is the greatest stress which breaks the material. دي يعني بنحط المادة في اختبار ونضغط عليها، بتفضل تقاوم وبتعمل internal stresses داخليا وجزيئات بتحاول تتشكل. اقصى قوة ممكن تنزل على المادة دي بتنكسر بعدها، يبقى دي اللي هي الultimate strength بتاعها. الكلام ده بنعرفه ازاي؟ يعني مثال بسيط، يعني البلاستر والستون. البلاستر دي مادة بتستخدم في صب المقاسات واستخدامات اخرى، والستون كذلك بيستخدم. ده بيبقى ليه خواص وده ليه بيبقى خواص. البلاستر لو ضغطت عليه في قوة، مثلا نقول هننزل عليه كيلو ضغط على سنتيمتر المربع، بيتكسر فيها البلاستر. لو نزلت نفس القوة دي على الستون، رغم ان دي مادة المادتين قريبين في التكوين من بعض مع اختلاف بعض الحاجات، بتنزل عليها كيلو واتنين وهي بتستحمل، فيبقى دي الالتيميت سترينث بتاع الستون اعلى من الالتيميت سترينث بتاع البلاستر. Material. Modulus of elasticity is the constant of proportionality. It is when any stress value equal or less than the proportional limit is divided by corresponding strain value. Modulus of elasticity equals stress slash strain kg / cm2 or psi or pascal ductility. It is the ability of the material to withstand permanent deformation under tensile stress without fracture. It depends on plasticity and tensile strength. اللي هي خاصية السحب. It is the ability of the material to be drawn into a fine wire. Malleability. It is the ability of the material to withstand permanent deformation under compressive stress without fracture. دي الضغط. It is the ability of the material to be drawn into a sheet. Toughness. It is the total work or energy required to break the material. It is the total area under the stress. Strain curve. It requires strength and plasticity. Brittleness. It is the opposite of ductility. It requires lack of plasticity. Flexibility. The higher the strain which accrues when the material is stressed to its proportional limit. Resilience. The amount of energy absorbed by a structure when it is stressed within the proportional limit. Hardness. It is the resistance of the material to deformation caused by penetrating or starching the surface. Stress slash strain curve. وبكده يبقى احنا خلصنا الميكانيكال بروبرتيز. طبعا هي ليها دراسات اكبر من كده بكتير، بس انت لازم تكون فاهم معانيها، فاهم الفرق بينها، على اساس دي هتستفيد بيها في الاستخدامات بتاعتك. اشكركم والى اللقاء في شابتر 2 ان شاء الله.